مساءً. بمناسبة هذه الأيام السعيدة، أرجو وأتوسل لجميع الأصدقاء وحتى لجميع أفراد العائلة ألا يبعثوا لي بتهنئة بمناسبة هذا العيد، لأن هذا عيد خاص بالنسبة لمشاعرنا وعواطفنا فينا ودمائنا وعروقنا وأرضنا وترابها. موضوع اليوم لا يتعلق بكرة القدم ولا بالرياضة. موضوع اليوم عنونته بما يلي: أسكت أيها العامل، أنت تنوب عن الحكومة ولا تنوب عن الملك. يقولون عنا نحن المغاربة أننا شعب واحد، وهذا هو سر صمود المغرب في وجه الأزمات والمتربصين بأمنه واستقراره، وغير مشكوك فيه أن المناسبات الكبرى كالأعياد المباركة هي من أروع الصور لوحدة المغاربة قاطبة. سقسوني أنا اللي عشت أعياد عيد العرش في الأربعينات والخمسينات والستينات إلى هذا اليوم. بناء على هذا، كيف سيكون عيدنا الكبير كعيد الفطر تحفه الوحدة والبهجة، ومئات أو آلاف من أبنائنا وأخواننا في المخابر وفي السجون أو شتاتا في باقي أرض الدنيا خوفا من إلقاء القبض عليه؟ أيها الإخوان، تابعا لما جرى وجري في الريف، أليست في قلوبنا رحمة؟ رحمة الوحدة والتضامن؟ ألا تنزف مشاعرنا وعواطفنا دماء لما هو حاصل لمئات الشباب في المخافر وفي المعتقلات في المغرب؟ هنا يختبر التضامن القومي، هنا تمتحن الوحدة والتوحد والاتحاد. الاتهامات الموجهة للمتابعين المقبوض عليهم أو هم مشروع لإلقاء القبض عليهم في عهد وزير الداخلية الحالي المسمى الفتيت، أنا لا يهمني الوضع قانونان ولا حريتان ولا ديمقراطية، هذا أنا كنشوف أمور أخرى ربما أنتم وصلتوا لها معايا. قلت في عهد الفتيت المتعلقة بإرهاصات الريف، أليست نفس التهم التي كانت موجهة لمن هم تحت الأرض أو لمن ألقوا في تحت الأرض وألقوا في السجن وألقوا في المقابر في عهد أفقير في السبعينات وفي عهد البصري في الثمانينات؟ أي الفوضى والجرائم التي تهدد النظام إلى آخره. شوفوا الناس، الله يجزيكم بخير، ياللي كي يقتلوا ويحيوا في هذه البلاد قولوا أي كلام في المحاضر، لكن لا تقولوا أن النظام مهدد في وحدته أو أن الوطن مهدد في وجوده واستقلاله وأمنه واستقراره. المغاربة جميعهم ملكيون، ولدوا من أسلاف ملكيين سواء كانوا عربا أو أمازيغ. الحكومة هي التي تفرق بينهم لكراهيتها للشعب فتلود وراء الملكية للتنكيل بالمواطنين وتبرير الأفعال. أنا أعود لكم على حكاية جرت في الريف وكنت شاهدا عليها. كان واحد الجار ديالي في الرباط اسمه يحيى الله يرحمه، وكان صديق ديالي النمبلي بالرياضة، وكيقول لي أنت كتعجبني لأنك صريح وشجاع وذاك الكلام اللي كيقولوه شحال الناس. واحد النهار قال لي يلا تمشي معايا، غادي نمشي للناظور، عندنا واحد الاجتماع تما مع العامل. مشيت معاه، كان اجتماع مع العامل اللي سميتو بن جلول، وكان الموضوع ديال الاجتماع هو المطالب ديال الفلاحين ديال السكر اللي ما خداوش الفلوس ديالهم من المعمل وتعطلت شي سنين ولا شي حاجه، ديك الفلوس وما طلعوها بطو واجتماعات. انا قلت دخلنا الاجتماع، بدا الاجتماع وكان حاضر فيه العامل بن جلول، قول مترأسوا العامل بن جلول، من هو كل شيء، العامل هو كل شيء. وبدأ الكلام دياله، بدأ قال لهم نزولا عند التعليمات الملكية السامية أنا هنا عندكم. هو ينوض ليه واحد
سميتو يحيى هذاك اللي عرض عليا ومشيت معاه. قال له السي العامل الله يجازيك بخير، حنا عندنا مشكل مع المعمل وعندنا مشكل ديال محمد مع قدور. جلالة الملك عنده مشاغل ديالو، جلالة الملك هو ملك ديال كل شيء، ديال اللي عنده مشاكل واللي ما عندوش مشاكل. الله يجازيك بخير تكلمنا عن المشكل، حنا جينا واش غتعطيونا فلوسنا ولا ما تعطيوناش فلوسنا؟ وما تخباش الله يجازيك بخير وراء جلالة الملك. ولا جاوبوا العامل ولا رد عليه، صفقوا عليه الناس، انتهت الحكاية ديالي. الآن أجي ونختبر نوايا الحكومة ونمتحن عواطف الأحزاب المركمة أو المشكلة من الحكومة، الأحزاب التي أطلقت يد الوزير الفتيت في الناس ديال الريف ضربا ورفسا وركلا وسجنا ومتابعات. أتحدى هاتين الجهتين الحكومة أن ترفع ملتمسا لجلالة الملك بالعفو الشريف على جميع من عصفت بهم أحداث الريف، كما أتحدى الحكومة أو الأحزاب التي أعطت أيضا المبررات للوزير الفتيت كي يستعرض عضلاته على الناس في الريف. أنا أقول لا أقيم ما حصل، لأن لست مؤهلا لذلك ولا هنالك جهة وحدها مؤهلة لذلك. تتقدم بنفس الملتمس لجلالة الملك حتى يشهد المغرب أحد أبهاء أعياده في عهد محمد السادس. لا نريده عيدا مصطنعا أو متصنعا هنا وعيدا دمويا مظلما هناك. أيها الناس احكمونا بالحكمة، احكمونا بعقول الحكماء وليس بالأيادي الحريرية والتي تجمع أصابعها على شفرات وسكاكين. لا تحكمونا بسكت لدين أمك، وهذا سكت لدين أمك هي حكاية مغربية، هي أسطورة مغربية غادي نحكيها في وقت لاحق وسوف تستغربون لها. معذرة وإلى اللقاء وشكراً.